أخبار اليوم. التبادل التجاري واستخدام الطرق البرية بين الدول العربية وتأثير هذه الطرق على المسار الاقتصادي والتعاون والتبادل التجاري العربية السعودية على تبادل الزيارات فيما يخص التنسيق والعمل في المواني الواقعة على البحر الأحمر، لأن بيتم التعامل يوميا يمكن بشبه يومي بين مصر العربية والمملكة السعودية. هيتم انعقاد هذه الاجتماعات كل ثلاث شهور لحسم أي مشاكل تصادف أعمال النقل البحري، وسواء كان على المستوى التجاري أو على المستوى الركاب بين البلدين الشقيقين. تم طبعا عرض ما تمر به مصر حاليا من انتفاضة كبيرة في مجال الاقتصادي والتنموي والمشروعات اللوجستية ومشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى ازدواج الممر الملاحي. وتم دعوة السادة الوزراء العرب لدعوة المستثمرين للمشاركة في هذه المشروعات إن شاء الله في المؤتمر الاقتصادي القادم في بداية 2015. طبعا يعرف أن هذا الممر غير مقبول وغير مسموح كما أعلن من قبل أن يكون هناك أي نواحي تعوق الملاحة وتعوق المرور من باب المندب. ده هيتم إن شاء الله عرضه في المؤتمر الاقتصادي القادم لفوائل 2015، لكن إحنا استعرضنا بشكل عام ما يتم على أرض الواقع من مشروعات عملاقة يتم تنفيذها في مجال النقل البري، وسواء النقل وتطوير المواني البحرية الخاصة بجمهورية مصر العربية، ودعوة المستثمرين ودعوة الحكومات العربية ووزراء النقل إن شاء الله للمشاركة في هذا المؤتمر في بداية 2015.